السلام عليكم غزالات ديالي، لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. خليني نهضر اختي. او نو او نو او نو 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 يلا وخليني نهضر صافي. او نو نعاود نقولوا او نو. وانا كندير كوكو البنات. او نو اختي تينا شحال عنيده. غزالات ديالي شنقول لكم؟ عافاك خليني نهضر باش ما نرجعكش للور. يلا خدي خدي. المهم غزالات ديالي كنتمنى ان شاء الله كي قلت لكم تكونوا بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله. يلا البنات دابا شويه باش راني فايقه من النعاس. باي 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 باي. خارجين يلا شوفوا انتم. ناخذ غير الباكيت والتيبان باش غادي نمشيو نفطروا ياكم. وهي هذيك دزنا التسميلات حنا حدا لافاك، هزه معايا الفلوس لان خاصني نخلص الموضوع ديال الاخر ديال سانتخوار سي عريج. ايوا المهم غزاله ديالي راه بتراجلي اصلا باش يخلصهم لي صافي. وانا قلت غادي نبدا معكم موضوع. عيطنا النجار قال لنا ضروري ما تجيو لعندي باش تشوفوا الاخر، باش تشوفوا البلاكار. شوفي خليني نهضر خليني نهضر، تنسالي وعاد اجي خليكي هنايا. خصكم تجيو تشوفوا البلاكار وتقولوا لي فيه شي حوايج. واش فين غادي يكون القطوع، فين غادي يكون التعلاق، فين غادي يكون بزاف ديال الحاجات. ان شاء الله اكيد غادي نشارك معكم داكشي من بعد ما غادي نمشي عنده. انا مازال ما عارفاش يعني فين راه وصل بالخدمه ولا هذا. المهم غير قالنا خصكم تجيو لعندي. عيط لي راجلي كان فلوغي. كان فلوغي عتباني اختي. لا والو كان فلوغي. شوفي الداتا والله حتى الداتا. ويا دابا قلت لها انتي كتبيع عد وعطيها بومبو ويا ماشي. والله العظيم الا خلات الفارماسيان ديالها ومشات هبيله. المهم الغزالات ديالي شنقول لكم، نرجعوا لموضوعنا. قلت لكم يا لالا عيطنا باش نمشيو نشوفو فين غيكون القطوع وفين غيكون هذاك الشيء كامل اللي خاصو يدار. وصافي دابا خصني ضروري. قال لي هادشي البارح، ما البارح ما كانش عندي كيف ندير باش غادي نمشي. قال لي راجلي راه غير الصباح ان شاء الله فمني غادي نفيقو غادي نمشيو لعندو. قلت له صافي غدا الصباح ان شاء الله غير غادي نفيقو نمشيو لعندو باش نشوفو شنو غادي يدير لنا وداك الشيء. ايوا صافي هذا ما كان. المهم كنتمنى من الله انه يوجد دغيا. يلا دابا تقريبا 15 يوم، دابا غادي 15 يوم تقريبا باش دفعناه. هو دار معايا شهر، نتمنى من الله الخير هذا الشيء اللي كاين. ايوا المهم الغزالات ديالي ما تساونيش من لايكاتكم، ما تساونيش من تعليقاتكم الغزاله. وغنقول لكم خليكم معايا. دات لي البنت هذه، هيا جايباها عاود. خلات الفارماسيان ديالها ومشات وحق الله والناس عندها. زعما انا بناتي ساهل يمشيو مع عباد الله. انتي ساكته يلا خليكم معايا. هانتوما البنات شوفوا ما شاء الله البلاكار ديجا راه وجد. دابا شحال خاص له؟ هو ومن باش يقول لي النوبه الاولى. قال لي راه الوقت عند تعطيني شهر، ودابا انا جلست ترخيت ماشي بزاف. لا شحال دابا؟ غير 15 يوم من لو 5. وشحال يوم في الشهر؟ 15 يوم. ايوا وحسبها 15 يوم. وشنو قلت لك؟ يعني انت قلتي لي شهر كامل ودابا انت في 15 يوم وجدتي. عرفت عرفت باقي. ولكن ما شاء الله بان. انا غير جيت وقفت شفتو صافي. هانتوما ما شاء الله باش عرفوا كيفاش راه جا على هذا الشكل. هادي راه ماشي الباب ديالي، هادي اللي هنايا. هنا هانتوما لتحت غادي يكون كاين المجوره، ولهيه كذلك غادي يكونوا عاوتاني مجوره، لهيه عاوتاني مجوره. وهادو كيف ما كتشوفوا
كاملين غادي يكونوا فيهم لي زيتاجير، هما راهم واجدين لي زيتاجير، هما اللي راهم هنايا هاهم. سالي راهم محطوطين، ولكن دابا عيطنا على حساب البلاصه ديال التعلق فين غادي يكون التعلق اللي غتختاري. المهم يا اما هنايا يا اما هنايا، حيت هنايا كاينه متر 40 وهنايا كاينه متر 60. بصراحه دخلت ما عرفت شنو غادي ندير، وهذيك الجهه الفوقانيه كاع خلاص راها باينه، هذيك راها تبارك الله جات كبيره بحال شي صندوق كبير، جات فيه 60 سنتيم في العرض، وفي الطول كاين متر كل واحد. هاي ما شاء الله جا زوين وكبير تبارك الله، حيت هو اصلا كي قلت لكم راه فيه 3 ديال المتر في هذا ديال في العرض كامل. المهم نتوما قولوا لي البنات فين يكون التعلق وفين المهم فين درت التعلق وفين ندير لي زيتاجير. حنا نورمالمون حنا مفصلين على اساس فيه لي زيتاجير وكل شيء. حنا قلنا يمكن هذا واحد يجي فيه التعلق ديال داكشي اللي كيكون هكا طويل، وهذا اللي قصر شويه فيه متر 40 يجي مقسوم على جوج بالنسبه للي فيستو سراوي. غير واحد فيهم راه يكونوا كافيني، حيت هنايا ما غاديش هنايا جاي عندي ضيفو في الدار. هادي هانتوما غتشوفوها، هادي راه ديال الساريه هانتوما باش تبان. هذاك الديفو راه هابط طالع من التحت حتى الفوق، هذاك الديفو ديال الساريه ديال الدار، يعني جا على هذا الشكل، يعني هنا امبوسيبل يكون لا تعلق لا حتى شي حاجه في هادي، ولكن غيكونوا بحال هكا هاد لي زيتاجير، يكونوا مقسومين هكا بحال هاد الشكل. المهم المعلم تبارك الله عليك هادشي غزال، انا عجبني واخا مازال ما كملش. قولي الراي ديالكم انت تما في القناه. المهم الغزالات ديالي يلا شويه باش دخلنا دابا للدار، دخلت نيشان وجدت الفطور، وهي هذيك المهم عاد غادي ندير شي حاجه هكذا خفيفه للغدا باش ملي يجيو بنيتاتي يلقاو الغدا واجد. المهم الغزالات ديالي كيف ما شفتوا معايا البلاكار صراحة انا عجبني وباين بانه متين وزوين، وراكم عارفين يعني الخشب ملي كتكوني عارفه يعني النوع ديالو هذا وخدمه عند النجار، يعني كتعرفي الصح والمتانه، ماشي كي بحال ملي كتمشي كتشري غير نوفو بوا طالع واجد يقدر يتقاصلك بالماء يبقى كيتفرتت حتى يطيح. المهم بزاف ديال الحاجات اريج نقص ميرسي هي هذيك. المهم صراحه عجبني الشكل ديالو، واخا صراحه هو مازال ما كملوش، ولكن كاين باين كاين المعنى كيف ما قلت له ما شاء الله عجبني جا زوين. تصوروا لو كان عندي ليسباس كبيره في بيت النعاس، لو كان راني درت شي او ولا ال على حسب يعني ليسباس اللي عندي، وكراني درت دريسينغ يكون كبير، لان فريمون صراحه منين كان هكاك بلا بيبان بلا والو عجبني 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 بزاف بزاف بزاف. وهذا يعني انا عندي يلاه 3 ديال المتر اللي عندي اللي غادي نقدر نديرها، لان الباب يلاه باش تحلي عاوتاني. انا نورمالمون راه عندي هذا فيه قول 4 ديال المتر، راه غير الباب بوحديتها فيها 80 الباب، والله ما نعرفوش الباب يمكن فيها 80، وخليت لاسباس ديال الاخر الباب باش تحل على خاطرها وترجع، يعني حيت انا ديجا عندي في بيت الناس عندي 4 ديال المتر هكذا. المهم يعني لو كان عندي لاسباس وهذا راه غادي نديرو كبير، ولكن بما ان عندي غير هذيك هي البلاصه الوحيده اللي غادي يجيني فيها بالضبط تما البلاكار، ما عنديش الاختيار فين نختار واحد اخر. راكم عارفين الا جيت نديرو لهاد الجهه كاع فين نورمالمون عندي الناموسيه، الا جيت كاع نديرو في هذيك البلاصه
يكون تما الناموسيه غادي يكون الراس ديالها جهه الباب، وما يمكنش معمر معمرني ما شفت اون فوا غتحلي باب بيت النعاس بحال هكذا غتلقاي اول حاجه تدو لي هو اللي قبلتك، ما كتجي لا في الشوفه ولا في الصاله ولا حتى حاجه، ما كتجيش زوينه مع دا ملي كيكون البيت ضيق وما عندكيش كيف ديري، هي اللي كتضطري انك ديري هكاك. ولكن انا عندي لو شوا، فاللي عندي كيف ندير هو البلاصه فين درت الماريو تما فين هذيك هي بلاصه، ما يمكنليش نبدل. المهم الصراحه كيف ما قلت لكم عجبني بزاف 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 بزاف، ودابا مشيت على اساس عيطنا كي قلت لكم غير على البلاصه ديال التعلاق. في التالي شنو درنا باش ما نبقاش ندوخ ونرون في دماغي وداكشي، قلت له غتخليهم لي كاملين دي زيطاجير، كاملين كاملين كاملين. اصلا لي زيطاجير ديال دابا حاليا راه ما بقاش كتشدي واحد كتشدي الطرف ديال الخشب هكا وطرف ديال الخشب هكا عاد كتحطي فوق منها الطاجيره، دابا ولات غير بحال واحد المسامرات راكم عارفين المسامرات هكذا كيتحطوا فوق منهم، يعني اون فوا تبغيو تزولوهم كتزولوهم كترجع محلوله كامله. قلت له عرفتي شنو غادي دير، غتخليهم لي كيف ما هما طاجيرات، انا داك الساعات ملي غادي يجيني البلاكار وغادي نجي نرتب فيه الحوايج غادي يبان لي الا بغيت نزول الطاجيرات غنزولهم ونخلي بلاصه ديال التعلاق باينه. بغيت هذاك نخلي غير الطاجيرات ونزول كاع التعلاق راها باينه، لان غادي يدير لي الفوق هذيك الحديده ديال كتكون ديال الالومنيوم يمكن ولا اينوكس المهم عرفت ديال اش كتكون اللي كيعلقوا فيها راه غادي يديرها لي، والطاجيرات غادي يديرهم لي، وانا داك الساعات عندي الاختيار يا اما نخلي الطاجيرات ونزول التعلاق، يا اما نزول يا اما ندير التعلق ونزول الطاجيرات، يعني الطاجيرات راه كيتحطوا غير من التحت، هذا هو الحل الوحيد اللي لقيت. وغادي يكونوا غير جوج بلايص، الا كنت غادي ندير التعلق غيكونوا غير جوج بلايص ديال متر وستين وديال متر وربعين، ديال متر وربعين تقسم على جوج باش يكونوا لافيس الفوق وسرا والتحت، وديال متر وستين غادي يكونوا ديال داكشي الطويل جليل بات ولا شي حاجه هكا طويله، رغم انني انا قلت بناقص بلاش، لانه داكشي انا ما كنستعملوش دائما وماشي مشكل عندي تطواو يتحطوا في الماريو الفوقاني، دابا غادي يكون عندي بما انني شتو هكاك كبير وداكشي يعني غيكون عندي لاسباس باش يتخبع فيه بزاف ديال الحاجات، وحتى تبارك الله هذوك الفواقه عرفتي جاو كبارين، عرفتي هكا كنشوف فيهم ما شاء الله جاو كبارين، جا فيهم 60 يعني من الفوق لتحت 60 ومن برا حتى لحد 60 ومن الجنب للجنب متر، يعني تبارك الله راه اروم يهزوا الربل وداكشي، عرفتي دابا كنقول الحمد لله يلا يلا عاد غادي تبدا شويه الربل ما يكونش عندي في الدار. المهم حاجه وحده بغيت نقولها لكم البنات، بزاف ديال البنات نخرج من موضوع ديال البلاكر، ومهم نتوما اي حاجه خليوها لي تحت في لي كومونتير، الا عندكم شي افكار ولا شي حاجه فيدوني بها، راكم عارفين الواحد ملي كيكون هو اللي في يعني صاحب الحاجه كيتلف، ماشي كي بحال اللي كيشوف من برا كيكون عنده بزاف ديال الافكار، يعني نستافد منكم. نخرج لكم من الهضره ديال البلاكر وغادي نوريكم هذه، واحد المتتبعه قالت لي هذه اللي كنت شريتها من وجده ديال الباب، واحد المتتبعه كانت قالت لي راها ما زوينه اسماء راني خديتها ولكن ما خرجتش زوينه، علاش؟ قالت لك هاد الجهه هادي اللي من هنا اللي كتكون من برا ديال الباب كتحل ما كتبقاش شاده الفورمه ديالها، قالت لي وما عجبتنيش، ما قالت لي ماشي عمليه، هادشي اللي قريت في التعليق. انا اللي غادي نقول لكم هو انني جربت انني نديرها تحت الباب ما دخلاتليش، لان انا عندي الباب حاضره بزاف وحاضره من هاد الجهه ماشي حتى من الجهه اللي ملي الجهه اللي ملي راه لو كان كندخل هاد البلاصه هادي راه غتدخل نيشان ما غاديش نلقى فيها مشكل، ولكن لقيت عندي الباب بحال الا دايره هكذا عاليه شي شويه من الهي وهابطه وهي كتقرب للارض بزاف، يعني اون فوا هادي غادي نديرها تي الا دخلتها بالسيف الباب غتبقى كتحل بالسيف وترجع بالسيف، يعني ضروري خاصني الا بغيت نديرها خاص ضروري الحداد يجي اولا السدور وينقص لي واحد شويه منها يعني قدها عاد نقدر ندير هذه، دونك هذه باش ما غاديش نضيع فيها هذه غادي نطلعها لباب السطح، لان عندي حتى باب السطح خصها ضروري شي حاجه كي بحال هكذا، دونك غادي ندير هذه. بالنسبه لباب السطح ماشي على حساب الغبره ولا العجاج ولا الماء ديال الشتا ولا شي حاجه، وانما ديال الصوت، حيت انا عاوز في الوقيته ديال البرد ملي كيكون داك الريح بزاف كتبقاي كتسمعي الصفاره كتبقاي كتسمعي داك من باب السطح هابطه، دونك هذه غادي تنفعني الباب ديال السطح، ولكن هنايا راه ما غاديش تنفعني خص حتى تقادد الباب من التحت ما يمكنلهاش دار، حتى انا قلت لكم تي الا دخلتها بالسيف عليها الباب ما غتبقاش كتبغي تحل وتسد تبقى عرفتي مزيره بزاف.
ايوا صافي هادشي ما كاين. هادشي اللي بغيت نقول لكم صافي. شي حاجه واحده اخرى سيلا تفكرتها ونقولها لكم. مهم حاليا هادشي اللي بغيت نقول لكم، راكم شفتوا معايا البلاكار وانا متاكده ان غادي ينال الاعجاب ديالكم حيت انا صراحه عجبني. المهم الاذواق لا تناقش ولكن صراحه عجبني. دابا غادي تقولوا لي الباب بحالاش غادي تكون. بالنسبه للباب غادي يكون كوليس وغادي يكون شاد من التحت حتى الفوق، غادي يكون شاد من التحت حتى الفوق، ما غاديش ندير الفوق بوحدو من التحت بوحدو. الفوق غيكونوا بوحدهم من الداخل، يعني غيكونوا بوحدهم من الداخل، ولكن من برا غادي يجي الكوليس من السفلي حتى الفوق، غيكون شاد داكشي كامل باش حتى منين غادي تحل البلاكار وتبغي تاخذ شي حاجه ما يبانلكش. حتى الا كان عندك شي ربال ولا شي حاجه الفوق ما يبانلكش داكشي من السفل تحت ومن الفوق، غادي يبان لك داكشي مرون، يعني التحت من التحت غادي يكون كاين مغطيا وعاد من الفوق كاين الكوليس. بالنسبه للباب انا عاد غادي نختار البيبان كيفاش بغيتهم يكونوا، لان صافي دابا سالا كيف ما شفتوه، دابا بقالو غير المجوره اللي راكم شفتوهم خاويين، هذوك باقيين وباقي لالا الاخر البيبان من برا صافي، هادشي اللي بقالو. اما كلشي سالا راكم شفتو، هذاك راه مصوب ناضي، غير هو راه ما مجموعش، غير كنحطو باش منين نمشي انا نشوفو، يعني ما مجموع ما والو، تيجي لهنا عاد داكشي كله غادي يجمعو. شي حاجه وحده اخرى بغيت نقولها لكم شنو هي. الباب كي قلت لكم يعني عاد غادي نختارها كيفاش غادي تكون، غير انا بغيت شي حاجه تكون سامبل ما فيها لا زواقه لا حتى شي حاجه، بغيت شي حاجه تكون سامبل 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 في مره. عاد غادي نختار ندخل ونشوف يعني الشكيلات اللي راهم كاينين دابا حاليا، وداك الساعات غاد الا عجبتني شي حاجه اكيد غادي نصيفط له. هذا ما كان، وانتم اكيد البنات الا بنت لكم الا عجبكم شي حاجه وهذا صيفطوها لي في الانستغرام ان شاء الله باذن الله. صافي الانستغرام ديالي اسماء شانيل ولا شانيل اسماء، كيف ما كتبتوها غادي تخرج لكم، راه اصلا كاين تحت في صندوق الوصف. ايوا المهم غزاله ديالي الله خليكم معايا، نمشي نوجد شي حاجه لبنيتاتي باش ما يجيو يلقاو الغديوه ديالهم، ومهم كل جديد اكيد غادي نشاركو معاكم. وهنا كيف ما كتشوفوا غادي نوجد معاكم الغديوه، فخديت هكا واحد الطنجره اللي درت فيها شويه ديال الزبيده اللي هكذا درتها هكذا تذوب واحد شويه، ومن بعد درت عليها شويه ديال الشعريه اللي غادي نخليها تحمر معها واحد شويه، حيت هذه غادي نطيب فيها الشعريه وكذلك الروز. دونك انا غادي ندير واحد البلا ديال لي بيلون ديال الدجاج، وان شاء الله غادي نتشاركوا معكم، راه البنات كيجي بنين بزاف بزاف بزاف، غير جربوه وتبعوا بالحق الطريقه كيف ما كنوريها لكم. فهنا كيف ما كتشوفوا كي قلت لكم كنخليو الشعريه حتى كتحمر لنا واحد شويه، عندكم تمشي تحرق لكم، المهم بقاو كتحركوها وقفوا قدامها ما تغفلوش عليها، كنحركوها حتى كنشوفوا لا كولور ديالها تبدلات وتحمرات لنا، ماشي تحرقات غير تحمرات، يعني اللون ديالها خدا داك اللون اللي ديال الطياب. من بعد ها نتوما كيف ما كتشوفوا دابا اش غنديروا، غادي نديروا الماء، الماء اللي ديجا كنديروه الماء غليان يعني ما كنديروش الماء باد، يعني ديجا كنكون انا سخنت الماء وباش هكا منين كنخويه ما كتعجن ما حتى شي حاجه، يعني كنخوي عليها نيشان الماء اللي كيكون طايب، كندير الماء اللي غادي يكفي ما بين الشعريه وما بين الروز، غير الروز اللي غادي ندير ماشي الروز العادي، غادي ندير الروز ديال بسماتي، راكم عارفين الروز ديال البسماتي كيكون بنين وفي نفس الوقت كيبقى حبه حبه ما كيتعجن ما والو. هنا كيف ما كتشوفوا زدت شويه ديال المليحه، ضروري خاصها طيب في المليحه باش كتاخذ داك المذاق ديال المليحه ما تجيش مدق، كنقول لكم السميه ديالها بلا ملح راكم عارفين كتجي الحاجه في شكل، المهم مشات مشى لي لهذا لومو، كيفاش غادي ندير نقول لكم كيفاش كتجي الحاجه بلا ملحه، لا ماشي مسوسه ماشي باسله كتجي مطاعنه مشات لختي الكلمه، المهم خليوها لي تحت في لي كومونتير. المهم من بعد كندير الرز اللي كنكون ديجا مزيان غسلته وعاودته مزيان غسلته وعاودته حتى كيتصفى الماء ديالو، ومن بعد كنخليه في الماء كيترقد، عاد داك الساعات كنصفيه وكنزيدو على هذاك الشعريه وكنسد عليها كنخليها طيب.
راه ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، ومره مره هي قدامكم باش ما تمشيش داك الشيء دغيا يشرب لكم الماء ولا شي حاجه ويتحرق لكم. اصلا العافيه تكون مهيله. هنا البنات خديت المقيله درت فيها المهم مقله ولا هاد المقله العجيبه، لان انا هذه بغيت نسد عليها باش دغيا يطيبوا لي. ممكن ديروا غير في مقله عاديه. خديت هكذا بصيله اللي درتها مع شويه ديال زويته وخليتها هكا واحد شويه كتقلى، ومن بعد خديت لي بيلون ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا اللي حتى هما من بعد بديت كنحطهم من الفوق من داك البصيله. المهم نتوما على حسب القياس، كل واحد وقياسه شحال كيبغي يدير. المهم انا درت لهاد الكميه راها كانت عندي وصافي. هنا البنات كيف ما كتشوفوا غادي ندوزو باش نديرو التوابل. دونك هنايا درت البنات الثوم بودغ، الا كانت عندكم ديروها، ما كانتش عندكم حكو تويمه يعني ضروري ما كندير شويه ديال الثوم دي هكا كيكون شويه بودغ. كندير شويه ديال العطريه ديال الدجاج، وكندير مليحه، وكندير الابزار كذلك حتى هو ما كنكثرش منه. كندير شويه ديال الخرقوم حتى هو ما كنكثرش منه بزاف، لان غادي ندير الفلفله الحمراء كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للفلفله الحمراء حتى هي ما نكثرهاش بزاف، لان غادي ندير عاوتاني مور كاس طماطم اولا مطيشه ديال الحك. وكيف ما كتشوف انا عندي مكونجولي داكشي علاش كنحطها هكاك، اما الا كانت عندكم غير في الثلاجه ولا هذا راه دغيا دغيا كتسلق داك الساعات. هنا كيف ما كتشوفوا كنزيد واحد شويه ديال السكينجبير حتى هو ما غاديش ننساه، لان فريمون السكينجبير كيعطي البنه زوينه للدجاج. صافي هنايا كنخليهم كيتقلاو مع بعضياتهم، ولكن انا كنحرك في نفس الوقت باش كاملين يتلبسوا لي بداك العطريه اللي راني درت. هنا كنحاول انني نطلق داك ما تبقاش محجره لي داك مطيشه ديال الحك. صافي هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما غادي نخلطهم مزيان وغادي نبقى كنقلب نقلب هكا وهكا باش يتلبسوا كي قلت لكم كاملين بداك التوابل وبداك الشيء كامل اللي انا درته. نسد عليهم غير واحد شويه تقريبا هكذا واحد جوج دقائق، غير جوج دقائق ونولي نعاود نحل عليهم حتى تدخل لهم مزيان داك الشرموله مزيانه. داك الساعات عاد غادي نضيف واحد شويه ديال الماء فين غادي يطيب لي داك الفخيطات ديال الدجاج، غير شويه تقريبا واحد نص كاس ديال الماء. انا الماء درته سخون نص كاس هكا ديال الماء وصافي. دابا عاوتاني غادي نولي نعاود نسد عليهم وغادي نخليهم يطيبوا على خاطر خاطرهم. هنا كيف ما كتشوفوا كندوز باش نرجع لهذا، كنلقاه ديجا هو نشف لي من الماء ما كيلصق ما حتى حاجه، وكيبقاو كيف ما قلت لكم حبه حبه، ما كيتبيصروش ما كيتعجنوش مع بعضياتهم، كيبقاو كيف ما هما. صافي هنايا في هذه الحاله راه غادي نطفي البوطه، غادي نخليهم هكا على جنب. صافي هما عندي واجدين كيف ما كتشوفوا. صافي وفي نفس الوقت غادي نرجع للدجاج كنلقاه طاب، راه درت فيه الموس كنلقاه طاب وكل شيء، وحتى داك لاصوص شفتيو كيفاش كترجع كترجع زوينه وثقيله. هنا انا قلت من الاحسن انني نزول واحد الكميه ديال لاصوص باش هكا الا بغاو ياكلوا غير الدجاج مع لاصوص اللي ديال لاصوص طوماط ياكلوه بحال هذا الشكل، حيت انا دابا غادي نضيف دابا راه طاب وساله. دابا في هذه الوقيته هذه غادي نضيف لا كريم فريش، لانها كتجي بنينه 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 بزاف 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 البنات. الا بغيتو هذاك تخليو مطيشه كامله وتزيدو كي قلت لكم لا كريم فريش، هو هذاك بغيتو تزولو شويش ديال لاصوص ولاصوص طوماط وتعاد ديرو هاد القشطه الطاريه كان احسن. هكا كتولي وكتاكلو جوج ديال ليغو، مره بالقشده الطاريه وهذيك لاصوص كتكون محطوطه على جنب، ممكن انك تاكلي غير الدجاج بداك لاصوص ديال طوماط، اولا حتى كذلك تخلطيها مع الرز. مهم كتجي بنينه بنينه. انا مهم هنا زولت شويه ديال لاصوص طوماط حطيتها على جنب، وفي نفس الوقت درت عاوتاني القشده الطاريه حتى هي كتعطي بنه اللي زوينه بزاف. اخر حاجه غادي نضيفها وهي شويه ديال المعدنوس مجفف، حيت حتى هو كيعطي مذاق اللي هو زوين زوين، ما كانش عندكم ديروا غير المعدنوس العادي الخضر الربيع الخضر وصافي. صافي وهنايا غير كنخليها واحد تقريبا جوج دقائق على داكشي كله ما كيغلي. صافي وكنطفي عليها، هي عندي واجده الغديوه ديالي. فريمون البنات راه كتجي زوينه بزاف بالنسبه لوليداتكم بالنسبه ليكم بالنسبه لرجالاتكم بالنسبه حتى الا كانوا عندكم الضياف، راه كتجي البنات بنينه بنينه، وراه ما كياخذش هادشي بزاف ديال الوقت. ممكن انك ديريه غدا، ممكن انك ديريه حتى عشاء، يعني فريمون كيجي المذاق لذيذ جدا، وكيجي كذلك ساهل في الطياب وكبير وصغير كياكلوا.
صافي. المهم انا كيف ما موعداكم دائما انني نشارك معكم الوجبات اللي كندير اولا داكشي كامل اللي كنوجدو في داري غنشاركو معكم، كيكون ساهل وبسيط وفي نفس الوقت لذيذ. واكيد اهم حاجه هو ان كل شيء ياكل في الدار كبير والصغير كيف ما قلت لكم. صافي هادشي ما كاين الغزالات ديالي، لو بلا ديالي هو هذا كيف ما كتشوفوا، كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. واكيد كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر، حيت انا متاكده ان غادي يعجبكم كيف ما دائما موعدكم انني نوجد لكم بحال هادشي اللي كتكون شي حاجه ساهله ماله ولذيذة في نفس الوقت كيف ما قلت لكم. شكرا بزاف 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 البنات للدعم ديالكم لهذا خطيكم، شكرا بزاف للتتبع، شكرا بزاف لايكاتكم. غنقول لكم تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. بسلام عليكم.